أن يبدو شديدا ومعنفا يستعمل عبارة سأكسرها على رأسك. وأعتقد أن الرئيس الأسد استعمل هذه العبارة لأن الرئيس الحريري ذكرها أمامي عدة مرات بأنه قال له سأكسر لبنان وسأكسره على رأسك. أن ينطق رئيس جمهورية لبلد تجاه رئيس وزراء بلد ثاني بهذه الطريقة هذا أمر ليس مستهجنا، هذا أمر خطير جدا. وأن يتلقاه في وجهه الرئيس الحريري يعني هذا تهديد وجاهي وليس نقلا عن فلان لفلان، هذا أمر شديد الخطورة. وأعتقد أنه يعني بالنسبة لي كل الاحتمالات واردة لتنفيذ هذا التهديد. نعم كان الرئيس الحريري مهددا، نعم كانت إنجازات البلد التي قام بها الرئيس الحريري مهددة، ما كشفته الأجهزة الأمنية اللبنانية بما قام به الإرهابي ميشيل سماحة وماذا كانت نتيجة القرار الذي اتخذه القضاء اللبناني بشأنه، مما يثبت صوابية الموقف الذي اتخذناه في متابعة إنشاء المحكمة الدولية للبنان.